بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والمتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم هذا اليوم الأحد 17 من شهر جمادى الأولى لعام 1444 الموافق للحادي عشر من شهر كانون الأول 2022. تكلمنا في المحاضرة السابقة ومحاضرة اليوم أيضا عن تصميم الفواصل والمكابح اللي هي الكليتش والبريكس، فنحاول نحل مثال نوضح به بعض الأمور اللي أخذناها في المحاضرة ليتضح الأمر أكثر إن شاء الله تعالى. لدينا في هذا السؤال واللي هو مسألة رقم 13 في الملزمة المعدة لكم واللي نزلناها لكم على الكلاس، هذه المسألة عبارة عن slip coupling يعني قارنة انزلاقية. القارنة الانزلاقية عبارة عن، تلاحظون هذا القرص اللي هنا، هذا القرص عندنا، وهذا القرص هنا عبارة عن هذا الهب الخارجي هذا، وهنا يربط العمود، عمود نقل القدرة شفت الانبوت والاوتبوت، وهذه القارنة مجهزة بواسطة نوابض تضغط على هذين القرصين، تضغط على هذين القرصين حتى على هذين القرصين تضغط هذين القرصين على هذا القرص الوسطي وتنقل القدرة بواسطة الاحتكاك. فائدة هذه القارنة انه لما يصير عندنا اوفرلود، لما يصير اوفرلود يحدث انزلاق او سليبينج في اسطح التلامس هذه، مما يؤدي انه الحمل حتى لا يصير عندنا اوفرلود على الموتور او على الماكينة. ومبدأ عملها بطبيعة الحال كما ترون يشبه تماما مبدأ عمل البليت او الديسك كلتش اللي هي الفاصل القرصي، يشبه عمل الفاصل القرصي او القابض القرصي اللي هو البليت او الديسك كلتش. نشوف المعطيات، نعطينا القدرة المنقولة 19 كيلو واط مع 20% 20% اوفرلود في العزم، ونعطينا القطر الكبير القطر الخارجي للقرص 790 مليمتر والقطر الداخلي 480، وعدد النوابض، طبعا هذه النوابض موزعة على المحيط، موزعة على محيط القارنة هذه حتى تسلط قوة ضغط كلية اللي يسموها الاكتشويتنج فورس واللي تسبب قوة ضغط كلية على أسطح التلامس هذه. وعندنا معامل الاحتكاك بين أسطح القرص الوسطي والأقراص الخارجية راح يكون 0.14، وعندنا السبرينج ريت اللي هو صلابة النابض أو الستيفنس جساءة النابض 440 كيلو نيوتن لكل متر. ما هو المطلوب في هذا السؤال؟ مطلوب في هذا السؤال الديفليكشن في النابض، ما هو مقدار الديفليكشن؟ نا ديتيرمن ذا ديفليكشن اللازم في هذا النابض حتى يسبب لنا قوة، القوة الكلية P اللي هي الاكتشويتنج فورس على القرص. هاي المعطيات السؤال عندنا كتبنا لكم اياها هنا،
ونشوف كيف يعني ممكن السؤال نحله ببساطة إن شاء الله تعالى. طبعا هنا عندنا شو نحتاج؟ نحتاج احنا الاكتشويتنج فورس. هذه هي الاكتشويتنج فورس، هذه هي الاكتشويتنج فورس. حتى نطلعها يحتاج نطلع العزم التورك تي. بعد ما نطلع تي نطلع الاكتشويتنج فورس، نقسم الاكتشويتنج فورس على عدد النوابض، هذا عدد النوابض، فراح يطلع لنا القوة على النابض الواحد. ومن العلاقة بين الاستفنس والدفليكشن نقدر نطلع مقدار الدفليكشن اللي يصير في كل نابض. فابتداء عندنا من هاي العلاقة اللي بالبداية، عندنا العلاقة بين القدرة والتورك والسرعة الدورانية، هاي معلومة لديكم. ومن هذه المعادلة نقدر نحسب ايش؟ نقدر نحسب العزم الكلي، العزم المطلوب تسليطه على او الذي يمكن ان تنقله هذه القارنة. فايش راح يصير عندنا العزم؟ راح يصير عندنا العزم 60 في القدرة المنقولة اللي هي 19 كيلو واط، يعني نضربها في الف حتى تكون بالواط، على 2 باي ان السرعة الدورانية اللي هي 300 RPM. فراح يكون عندنا العزم المنقول او العزم الكلي المنقول راح يكون 605 نيوتن متر، 605 نيوتن متر. عندنا نعطينا اوفرلود، اوفرلود 20%، يعني اوفرلود يقصد به انه معامل احتياط هذا للتغلب على حالات التحميل الزائد، اي ان التي ماكسيمم راح يكون التي مين هذا مضروب في 1.2، يعني 20% هذه اللي قلنا احتياط فور اوفرلود، فراح تصير 1.2 في تي، فراح يكون عندنا 1.2 في 605، فراح يكون العزم المنقول مقداره تي ماكسيمم 726 نيوتن متر. طيب هذا العزم راح يمثل لنا العزم المنقول بواسطة أزواج التلامس هذه اللي عندنا فوق. راح نشوف احنا عندنا، نشوف كم زوج تلامس عندنا في الأعلى. لاحظوا هاي أسطح التلامس، عندنا كم سطح تلامس عندنا هنا؟ هذا واحد أسطح التلامس، وهذا السطح الثاني من أسطح التلامس. إذا عندنا زوجين من أسطح التلامس، زوجين من أسطح التلامس. أو ممكن أنه أنت تحسبها تشوف عندنا كم قرص درايفينج وكم قرص دريفن، وراح ممكن من هذه المعادلة البسيطة نقول N يساوي N1 زائدا N2 minus 1. فهذا إذا كان الدرايفينج ديسك وهذا الدريفن ديسك، فعندنا ايش راح يساوي؟ هذا الدرايفنج هو اللي بالوسط راح يكون 1، زائدا الدريفن اللي هي هاي القرصين اللي بالخارج راح يكون 2 ماينس 1 ويساوي 2. يعني بأي طريقة تحسبها راح تكون عدد أزواج التلامس اللي هي البيرز أو الكونتاكت بيرز راح تكون 2. فنيجي لهاي المعادلة نطبقها اللي هي معادلة 17 2B اللي عندكم في المحاضرات. راح يكون عدد أزواج التلامس يساوي لنا 2 في معامل الاحتكاك معطى بالسؤال 0.14 في الاكتشويتنج فورس اللي هي احنا نبحث عنها على 4 في الدايمتر اللي هو 0.79 بلس المينيمم دايمتر اللي هو 0.48. هذا الشيء يساوي لنا، راح يساوي لنا التورك الكلي المنقول اللي هو 726.
هاي عندنا هنا بالمتر وهذه عندنا بالنيوتن متر، اذا الاكتشويتنج فورس بي راح تكون بالنيوتن، بي راح تساوينا 8166 نيوتن. اذا هذه القوة الكلية اللي تسلطها مجموع النوابض، هاي القوة الكلية اللي تسلطها مجموع النوابض، نقسم هاي القوة الكلية نقسمها على عدد النوابض، فراح يكون عندنا بي اللي هي 8166 مقسومة على عدد النوابض اللي هو قلنا 12 نابض، عندنا هنا بالسؤال معطاة هاي عندنا 12 نابض، فراح يكون عندنا تساوي 8166 على 12، فراح تكون القوة لكل نابض راح تكون 680 نيوتن. طيب إذا كانت القوة لكل نابض 680 نيوتن، وإحنا عندنا العلاقة المعروفة بالنسبة لكم اللي هي السبرينج فورس بي سبرينج تساوي الستيفنس في الديفليكشن للنابض، ومن عندها نقدر نقول انه الديفليكشن بالنسبة للنابض يساوي البي سبرينج على الكي سبرينج، وبالتالي راح يساوي لنا 680 نيوتن على الستيفنس للنابض اللي هي الكي معطاه بالسؤال 440 نيوتن لكل متر، هنا عندنا نيوتن فوق، فراح النتيجة تكون 0.00155 متر، أو إنه تقدر تقول دلتا تساوي 1.55 مليمتر. إذا هذا هو المطلوب في السؤال اللي هو الديفليكشن اللازم للنوابض لكي تسلط الاكتشويتنج فورس الكلية هذه اللي مقدارها 8166 نيوتن. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي مثالنا، ونأمل أن نكون قد وضحنا هذا الموضوع، وستكون هناك إن شاء الله تعالى أثناء المحاضرة أمثلة أخرى. وبهذا ينتهي المثال، والسلام عليكم.